والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، أرحب بأبناء الطلاب في هذا الصباح الجميل، ونتحدث بإذن الله عز وجل في مادة الفقه للصف الثالث متوسط عن موضوع أحكام اللباس والزينة. وأحكام اللباس والزينة مما جاء به الإسلام، ودين الإسلام دين شامل كامل، جاء ليعيشه الإنسان واقع في حياته، في لباسه، في تعاملاته المالية والاقتصادية، في سفره، في حله وترحاله، في عباداته، في سلوكه، في منهجه. فالإسلام كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك ما جاء في أحكام اللباس والزينة. لماذا اللباس والزينة؟ لماذا نتحدث عن اللباس والزينة؟ أولا، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بأمور يجب أن نلتزم بها في لباسنا، ونهانا عن أشياء يجب أن نلتزم أيضا أو ننتهي عنه في ديننا، وعلمانا آداب تستحب وأمور ينبغي للإنسان يبتعد عنها أيضا في اللباس، وهكذا. الأمر الثاني، أن اللباس يدل على هيئة الإنسان واستقلاليته، ولذلك تجد هذا الإنسان تقول هذا كذا وهذا كذا، تعرفه أحيانا من لباسه. لماذا؟ لأن دينه سواء كان مسلما أو غير مسلم في بعض الأحيان يدل على دينه، على سلوكه، على منهجيته، وهكذا. فاللباس له أحكام وسنن وآداب ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. في يوم من الأيام ذهب الأب مع ابنه صالح إلى السوق، وكان قبل العيد بيوم أو يومين. فلما ذهب الأب مع ابنه صالح قال له صالح: يا أبتي، أريد أن أشتري كذا وكذا. فقال له الأب: لا مانع يا بني، اشتر ما تشاء، واحذر مما فيه مخالفة شرعية أو من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. فقال: يا أبتي، هل هناك في اللباس ما أمرنا به أو نهينا عنه؟ قال: نعم يا بني. فعلمه بعض الآداب التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في لباسه، وذكر له قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وذكر له: قل من حرم زينة الله التي أخرج قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل ذلك على أن الأصل في اللباس الحل والإباحة، ولذلك ما أمرنا الله عز وجل بأن نلبس كذا وكذا وكذا، لا، الأمر مفتوح. فالأصل في اللباس الحل، البس ما تشاء إلا ما كان فيه كذا وكذا وكذا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أولا، عرفنا أن الأصل في اللباس كما مر معنا قبل قليل، أن الأصل في اللباس والزينة هو الحل والإباحة، هو الحل والإباحة. وذكرنا الدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل ذلك على أن الأصل في اللباس الحل والإباحة، الأصل في اللباس الحل والإباحة. ومن ذلك مما له تعلق في اللباس والزينة أن حدد الله عز وجل لباسا ينبغي للإنسان أن يلبسه ويجب عليه أن يستر به عورته. فعلمنا الله عز وجل عورة الرجل ما هي
وعورة المرأة ما هي؟ كي نلبس لباسا كما قال الله عز وجل لباسا يواري سوآتكم، ما يسوءنا إخراجه. فالعورة هي الشيء التي يسوء الإنسان أن تخرج للناس، ولذلك أمر الإنسان بأن يلبس وأن يسر عورته، بأن يلبس ويسر عورته. فالعورة هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو المرأة. العورة ما هي؟ ما هي العورة؟ قال ما يجب، إذا ما هو الحكم؟ وجوب. ما يجب ستره من جسم الرجل والمرأة. إذن الرجل له عورة والمرأة لها عورة، ويجب على الرجل والمرأة أن يستر عوراتهما. فنتحدث أولا عن عورة الرجل، ثم نتحدث إن شاء الله عن عورة المرأة. أولا بالنسبة لعورة الرجل، فإن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. في أول الدرس قال تعريف العورة وحدها الذي يجب ستره، قال تعريف العورة وحدها الذي يجب ستره. ماذا نقصد بالحد؟ نفرض أن هنا نقطة، وهنا من جهة الشمال والغرب والشرق والجنوب خطوط، فنقول يا أيتها النقطة حدك في هذه السبورة إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا. فإن المنطقة هذه نسميها حدود النقطة، فلا يجوز أن تتجاوز هذا المكان، ولا هذا المكان، ولا هذا المكان، ولا هذا المكان. إذن العورة كذلك، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذه يجب عليه أن يغطيها، يجب عليه أن يغطيها. إذن أولا عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسرة أين هي؟ أسفل البطن. السرة أسفل البطن. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والدليل لا بد من ذكر الدليل، لا بد من ذكر الدليل. الفقه هي أحكام شرعية بنيت على أدلة، الفقه أحكام شرعية بنيت على أدلة. فلما تقول واجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح، أول سؤال ينبغي أن تتعلمه ما هو الدليل. لماذا؟ لأن الأصل في الأحكام أن لا يقولها الإنسان بهواه، لا يقولها الإنسان بهواه، وإنما يقولها بناء على أدلة شرعية. فالحكم الشرعي لو قيل لك يا بني هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح، كما ذكرنا قبل ذلك الأصل في اللباس والزينة الحل والإباحة، لأن الله عز وجل يقول كذا وكذا، لأن الرسول يقول كذا وكذا، وبالتالي هي أحكام شرعية بنيت على أدلة. هذا أولا. فائدة الدليل أيضا أننا ننظر هل الدليل صريح وواضح وصحيح بحيث إننا نبني عليه هذا الحكم. طيب لما قلنا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذا حكم شرعي، وقلنا إن هذا يجب ستره، ما هو الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا كاشفا فخذه. هذا الرجل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شوارع ورآه قد كشف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة، فإنها من العورة. فعلمنا أن الفخذ من العورة يجب تغطيتها، يجب تغطيتها. طيب الآن ذكرنا
أن السرة إلى الركبة هذه حدود إيش؟ حدود العورة. هذه حدود العورة. هل السرة هذه والركبة هذه من العورة أم لا؟ قال: فلا تدخل السرة أو الركبة في العورة، بل العورة ما بينهما. فلو أن إنساناً خرجت ركبته لا نقول هذه من العورة، لا نقول هذه من العورة، وإنما العورة ما بين السرة وما ما بين السرة إلى الركبة. ولا يعني ذلك أن يتساهل المسلم في كشف بدنه أمام الناس بغير حاجة. هنا نقطة مهمة، ما هي؟ كون الإنسان يعرف أن العورة ما بين السرة إلى الركبة ويجب سترها، هذا أمر معلوم. هل يأتي إنسان ويقول: إذن أنا سأمشي بين الناس وأفتح صدري وأقول ليس هذا أو ليس هذه من العورة؟ نقول له: هناك أشياء وإن كان جائز للإنسان أن يكشفها، كما لو كان مثلا في مسبح أو في أحوال معينة ما في مانع من أن يكشفها الإنسان، لكن يخرج الإنسان أمام الناس من غير حاجة ليكشف صدره أمامهم، فهذا نقول إنه ينافي الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يلتزم بالحياء ولا يعمل ما لا يليق بالمسلم أن يعمله، إذ إنه ليس من الآداب التي عليها المسلم. طيب، هذه عورة الرجل، هذه عورة الرجل باختصار ما بين السرة إلى الركبة، لا تدخل السرة والركبة في العورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإنها من العورة. أما بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للمرأة فإن عورتها على قسمين، قسم وقسم. القسم الأول عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، ونقصد بالرجال الأجانب من ليس بمحرم للمرأة، ليس أخاها ولا أبوها ولا ابنها ولا عمها ولا خالها، فهؤلاء ليسوا منهم، الجار، زميل العمل، أيا كان غير محرم لها، فإن المرأة يجب عليها أن تستر كما سيأتي بعد قليل، أن تستر بدنها من هذا الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وبالتالي لا يخرج منها إلا ما لم تقصد إخراجه، فهذا الأصل في عورة المرأة أمام الرجال الأجانب. طيب، عورة المرأة أمام المحارم والنساء، عورتها بالنسبة لهم جميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين والرقبة والرأس والقدمين إلى آخره. فالمرأة مع النساء مأذون لها أن تخرج وجهها وعنقها وربما جزء من الصدر ولا الكفين ولا الرقبة ولا إلى آخره، هذا يتسامح فيه لأنها في مجمع نساء، لأنها في مجمع النساء. إذن هذا تقسيم العورة بالنسبة للمرأة، إما أن تكون أمام رجال أجانب وإما أن تكون أمام المحارم والنساء، فلا يخرج منها إلا ما يعني يظهر غالبا كالوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين. بعد ذلك نريد أن نلخص ما أخذناه بالنسبة لعورة المرأة أمام الرجال الأجانب وأمام محارمها. ها، نستذكر: الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسرة والركبة لا يدخلان في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. انتهينا. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة قلنا عورتها على قسمين، إما أن تكون أمام الرجال الأجانب وإما أن تكون أمام محارمها. فإن كانت أمام الرجال الأجانب فما الحكم؟ يجب عليها
ألا تخرج شيء من جسمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. ولاحظ معي يا بني أن أحكامنا مبنية على الدليل، أحكامنا مبنية على الدليل. لماذا قلنا المرأة عورة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، وبناء عليه لا يجوز أن يخرج منها إلا ما لم تقصد فإنها يعفى عنها، إلا ما ظهر منها من غير قصد ولا إرادة فهذا معفو عنها. القسم الثاني ما كان عند محارمها فينبغي لها أن تستر جسمها، ويجوز إخراج ما يظهر منها غالبا، يجوز إخراج ما يظهر منها غالبا مثل الوجه والرقبة والكفين والقدمين وهكذا. إذن هذا ملخص سريع بالنسبة لي عورة المرأة. بعد ذلك ما حكم كشف العورة؟ عرفنا الآن عورة الرجل أين وما هي، وعورة المرأة كذلك أمام الرجال الأجانب وأمام محارمها وأمام النساء كذلك. ما حكم كشف العورة؟ يجب على المسلم أن يحفظ عورته من نظر الآخرين إليها، هذا شيء واجب بناء على الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة. فالعورة مما يسوء إخراجه، مما يسوء إخراجه، فيجب على الإنسان أن يحفظ عورته. ويحرم عليه كشفها. لاحظ معي ذكرنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي مبني على ماذا؟ على الدليل. هذا الحكم الشرعي مبني على ماذا؟ على الدليل. والدليل على ذلك حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، احفظ عورتك. والأمر هنا للوجوب، والأمر هنا للوجوب، احفظ عورتك إلا من زوجتك، إلا من زوجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. بعض الناس يتسامح في ذلك يا ابني ويقول أنا رجل وإذا ظهرت عورتي، لا، لا يجوز. والمؤمن كما ورد في الحديث حي يستحي، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء صفة من صفات المؤمنين، والله من صفاته أيضا أنه حي ستير سبحانه وتعالى. فالحياء من صفات المؤمنين يستحون من ربهم، كما ورد في الحديث استحيوا من الله حق الحياء، يستحون من ربهم، يستحون من بعضهم، من الأقوال التي لا تليق، من الأفعال التي لا تليق وهكذا. فينبغي للرجل والمرأة أن يحفظا عورتهما إلا ما ورد الدليل بإباحته، إلا كما ورد في الحديث من زوجتك. طيب بعد ذلك عندنا تمرين سريع نأخذه مع بعض. بعد أن تعلمنا وعرفنا ما المقصود باللباس والزينة، وعرفنا تعريف العورة ما هي وهو ما حدها بالنسبة للرجل والمرأة، وعرفنا أن الرجل ما بين السرة إلى الركبة لحديث غطي فخذك فإن فخذ عورة، وعرفنا أيضا أن المرأة عورتها على قسمين، إما أمام الرجال الأجانب ويقصد بالرجال الأجانب من ليسوا بمحارم لها كالأخ والابن إلى آخره، أو محارمها أو من النساء. بعد ذلك كله نأتي إلى تمرين بسيط. بين الحكم في الحالات التالية: إظهار الرجل ركبته أمام رجل آخر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنها ليست من العورة، لأنها ليست من العورة. طيب إظهار المرأة وجهها أمام أخيها من الرضاع يجوز ولا ما يجوز؟ هل يعتبر الأخ من الرضاع من المحارم؟ نعم، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبالتالي يجوز
ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب إظهار المرأة شعرها أمام والديها، الواد محرم ولا من محرم؟ محرم، وبالتالي يجوز إظهار المرأة شعرها أمام والديها. إظهار الرجل فخذه أمام رجل آخر لا يجوز، وتعلمنا نحن أننا إذا قلنا حكم نقول ما الدليل، يجوز لا يجوز، يجب لا يجب، هذه أحكام شرعية، لابد أن نسأل ما الدليل. عندما قلت لا يجوز هنا لأنه قد ورد معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة، وبالتالي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وبالتالي عرفنا هذه المسائل التي معنا قبل قليل، ونلخص الدرس فيما يلي. أولا أن الأصل في اللباس والزينة الحل والإباحة، لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وعرفنا معنى العورة ما هي، ما يجب ستره على المرأة والرجل، وعرفنا أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة لا تدخل في ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وعرفنا أن المرأة كذلك لها عورة على قسمين، إما أمام الرجال الأجانب وإما أمام محارمها وما شابهها من النساء. أما أمام الرجال الأجانب وهم من ليسوا بمحرم لها فإنه يجب عليها أن لا يظهر منها شيء إلا ما ظهر منها من غير قصد. وأما المرأة مع الرجال الأجانب وأما المرأة مع محارمها ومع ما شابهها من النساء فإنها يجوز لها أن يخرج منها ما ظهر غالبا كالوجه والرقبة والكفين واليدين وهكذا. وعرفنا بعد ذلك أنه يجب على المسلم أن يحفظ عورته، أن يحفظ عورته سواء كان رجلا أو امرأة، يجب وجوبا ويحرم عليه أن يكشف عورته أمام الآخرين، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ، وهذا أمر للوجوب، احفظ عورتك إلا من زوجتك. فيجوز أن الإنسان يكشف عورته أمام زوجته لكن يحرم عليه أن يكشفها لغير ذلك لأي شخص آخر. وينبغي للمسلم أن يحرص على الحياء فلا يكشف ما لا يليق كشفه أمام الناس. نجد بعض الشباب الله يهديهم يلبس الشورت أحيانا أو يلبس مثلا بعض يعني الفانيلات مثلا التي ربما لها يعني أشكال معينة، يكشف صدره أمام يعني الرجال والنساء في الشوارع والأسواق، وقد ولله الحمد منا صدرت يعني توجيهات العليا بأنه لا يدخل الشباب إلى بعض الأماكن التي ارتادها العوائل بلباس لا يليق. لماذا؟ لأن هذا ينافي الحياء، يخدش الحياء العام حتى لجميع الناس. فينبغي للشاب أن يحرص على اللباس الحسن ويبتعد عن اللباس الذي لا يليق. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.